السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سلطان من قناة سولي جيمر. رجعت لكم في لعبة براي. طبعا هذه الديمو نازلة على البي اس 4، تقدروا كلكم تجربوها اللعبة. طبعا اللعبة راح اعطيكم انطباعي عليها من ناحية الرسومات والجرافيكس ونظام اللعبة الجيم بلاي، وكمان تقييمي النهائي على اللعبة، وهذه من وجهة نظري انا. قبل ما ابدأ في اللعبة او ادخل في اللعبة واشوف طريقة لعبة، راح اقول لكم نقاط معينة عشان تعرفوها عن اللعبة. اللعبة ما هي تابعة لأي جزء سابق، ولا هي إعادة تطوير، ولا تربطها أي علاقة بأي سلسلة ألعاب سابقة. وكمان اللعبة تعتبر إعادة تكوين أو إعادة تخيل لفكرة اللعبة بالكامل، واللعبة أبدا ما هي من ألعاب الرعب ولا تعتبر من ألعاب الرعب. والغرض الأساسي من العرض الأول للعبة اللي هو الديمو هذا هو تعريف للشخصية، حيث يود بطل اللعبة معرفة من هو، لأنه هو مجهول صحيح في مركبة فضائية، مو عارف ايش اللي صار في المركبة وكل حاجة. طبعا نظام اللعبة مو بس شوتر، انه معروف انه دائما الالعاب تجي يا انها شوتر يا انها ار بي جي، لكن اللعبة هذه خليط من انواع، عدة من انواع اللعب، شوتر وار بي جي، تشيل خصائص مرة كثيرة. غير كذا الاشياء اللي راح نقاتلها راح تكون مخلوقات فضائية، لا هي مرعبة ولا حاجة، مخلوقات فضائية. كل ما قاتلنا مخلوقات فضائية كل ما كسبنا مهارات جديدة، وكمان كسبنا أسلحة جديدة. وأحداث اللعبة تدور في محطة فضائية، والمحطة هذه كان فيها علماء كانوا يمسكوا أو يسيطروا على المخلوقات الفضائية ويسوون عليها تجارب عشان يعرفوا قدراتها وقوتها، إلى ما صار الخلل اللي صار وصارت المشكلة في المحطة الفضائية، وحنا بنكتشف الباقي. بالبداية لازم اختار شخصية، طبعا يعني اختار ميل او اختار فيميل، بس انا بالعادة وما زال قانوني مستمر ان شخصية البنت دائما افضل من شخصية الرجال، وخاصة في الالعاب صراحة اختار البنت. انا مختار شخصية بنت، هذه يد رجال. اوكي. Hey Morgan, wake up. Morgan. Burning daylight. Send a helicopter to pick you up. طبعا برضو من الاساسيات اللعبة تعتمد او تحليل اللعبة كله يعتمد على المعلومات، ف اضغط مربع. اوكي. We're gonna shake things up, Morgan. عندي ثلاث رسائل. الرسالة هلاو مورغان يا ابوي، سلك للرسائل. اوكي، احس اللعبة افضل على بي سي دام كذا النظام. اوكي، ايش اللي يفتح؟ يرمي، اشيل بهذا. اوكي، شو السالفة؟ طيب عندي غرضين هنا، من يعرف ايش هما؟ هنا في شيء؟ ما في شيء. خد وارمي يا باشا، خد وارمي. شنطة بنت، ما عرفنا انا مورغان ولا انا الحين ايش قاعد اسوي، اشيل وارمي. هذا التدوير، هذا يسموه التدوير. انا انسان قاعد ادور. اوكي، ما في شيء هنا. صور، كرتون، هذا سلك. اوكي، عشان تسلك فيه. طيب هولد. والله انا رميت بالدنيا. اوكي، ما يمدينا اشيل التلفزيون. طيب ايش في هنا؟ معلومات. والله شلت الاشياء ورميتها. طيب اوكي، هذا اكيد اني يبغاني البسه. طبعا انا ما جربت اللعبة قبل كده، طب هذا ليش ينور؟ اوكي، ها بعدين.
إذا كان نظام اللعبة على كذا أوكي. هات الأشياء هذه من الثلاجة. ولع طفي كتاب. أوكي. طبعا أنا لما أخذ الكتاب هنا أوكي في شيء. طيب ومحددي لي على الشراب. أوف. أنا قاعد أخذ أشياء أصلا جاهزة منورة لي، لو مو منور عليها زي كذا ما كان أدري عنها. طيب المشكلة إنها نفسها. أوكي. طيب أبغى أشوف نفسي. أوكي لما أقرب من ال. خلي الموية شغالة. والدش. طب كيف أدخل الحمام؟ أوكي من هنا. وش وضع اللعبة؟ أحس إني أقدر أضغط كل حاجة كأني قاعد أدور على لو. نلبس اللبس خلاص. أوكي من البداية تبغوني ألبس اللبس، بس أنا لازم أجمع. شغلة إني أمشي على البطال كذا لا. أوكي. لبسنا اللبس. أبى أطلع. أوكي. هلو. طيب لسه في ناس. وين الكائنات؟ هذا مقفل. مورنينج ميسيو. Good morning. فك الشارع. Not a good time. طيب اوكي محدد لي اصلا فين اروح، بس برضو لازم استكشف. اوكي ما في ولا حاجة. وين يبوني اطلع؟ فلور. والله يا المصعد 50 51 52. روح. بس دقيقة. من الشباك انا شفت شمس والدنيا، ما كان ما تأكدت هل انا لسه في الفضاء او الحين طالع. اوكي الحين اطلع للفضاء. جايبين من بداية القصة. حلو. شو الكشخة هاي؟ 2000 years later. ما بغينا والله. دقيقة وعليها بس من المحطة اللي أقلعنا منها عشان نوصل المحطة هذه، وما أقدر أسوي سكت ولا شيء. شكرا. الحين توصلت للمحطة يعني اللي لازم. Hello, Dr. Yu. هلا. I'm a Sybil 495 science class operator. Our research often requires intense focus and long hours. I can provide you with a psychoactive stimulant after the test, if necessary. إيه هز راسه، حس يهز براسه كذا. أوكي يمين ويسار. Welcome. نروح. You have a 9 a.m. appointment in the testing facility. Please confirm. Confirm. طيب هناك طلعنا روف، هنا نازلين. المبنى 100 دور. احنا نازلين اعتقد. مورغان فاينالي. سم. Hey. You don't look terrible in a transfer uniform. How's your eye? Still red. مو قد كذا بصراحة. بس ما بعطي تقييم الحين، بخليه لما انهي تجربتي للجيم بلاي بصفة عامة. Once you start the test, just do whatever comes natural. Okay. Don't overthink it. Dr. Bellamy's going to walk you through the process. You're in good hands. I promise. Mr. Yu. يا حبيبي تتكلم مع نفسك نفسيا. Right. طيب هذي بس فك وقفل كذا. I'll see you after. طيب. أحرك من هنا. شكرا. في ميديك جوا. كيف ادخل؟ دكتور يو. صديق. افتح الباب. اوكي. هلا. هذه كاميرا ولا؟ Good morning. اوكي تبغى تسوي تجارب علي قبل ما اقلع. اوكي يلا. انا مستعد لتجاربكم. يا اثق فيكم. اوكي. Let's begin. For this first test, I'd like يلا 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 ها. ماشي اقدر انط، اقدر اقعد واطلع يمين ويسار. Okay. ادق رقبه. يلا ها ادق رقبه. ايش تبغون كمان؟ اوكي.
عندي كشف. ايش تباني اضغط هنا؟ اوكي تباني اسوي بهذه. ايش يبغى ذا؟ العب. Wonderful. ايش wonderful؟ والله ما سويت ولا حاجه ولا ادري ايش الهرجه. Let's move on to room B then. فين كاتبوني احطها؟ احطها هنا. الاختبار الثاني. كانك شفت حاجه. اوه معي كشاف. يلا انا قد التحدي الثاني. يلا يلا انا جاهز. اكيد اضغط واروح اجلس على الكرسي. Take your time, relax, think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Hit the red button when you're ready to start. Start. تم. جلس. ايش تبغاني اسوي بالكرسي؟ Any synaptic register at all? شو السالفة؟ No? لا راح اسقط في الاختبار. ما ادري اسقط في الاختبار. ناقصين الناس داخل الاختبارات وانا اسقط في الاختبارات هذه. انا طيار، انا فضائي. طيار يا كابتن. اي انت وش الاختبار اللي بعده؟ يلا يلا وش الاختبارات التافهه هذه؟ ها هذه وش اسوي؟ اوكي بس انط واضغط الثاني. بسيطة لعبتي. قفز الحواجز. Please press the blue button across the room as quickly as you can in the most natural way. اخلص علي. اخلص اخلص. Without thinking. Just go for it. Press the red button when you're ready. Ready. I'm sorry. Can someone please explain to me what's happening? Can someone please? I saw exactly what Tina brought down. Did you double check? The speaker's still on. يعني شيء لما اجيبه بسرعه تقعد تحش فيني يا كلب تحسبني ما اسمعك. يدك اكبر من راسك. هرجك كثير. هات اللي بعده. افتح الباب. اوكي I would appreciate it. Thank you. تبغى كافي؟ طيب انا. Okay, Morgan. Have a seat at the table for me, please. جلست. Wonderful job. Take a look at the screen in front of you. I'm going to show you a series of questions. Pick the answer that makes the most sense to you. كيف كيف؟ Press start on the screen. اجاوب على اسئلة. والله داخل اختبار انا. Okay. اعتقد انه هذا. Good. Looks like you've got the hang of it. والله بالصدفة. Okay. هذا. That's heavy stuff. اوكي ما يمديني اغش. طيب nothing. Not your problem, right? جابت صحيحة. شكرا. إلى الآن إجاباتي كلها صحيحة. إيش قصتهم 5 بيبل؟ طيب لا هنا nothing كمان. Almost done. يا أخي كم سؤال يا شيخ. هذا ما حقرة المرة هذه. بجاوب كذا عشوائي. نفس أبوش job of the tracks. Wow. I'm impressed. انت متفاجئ؟ Well done. We're nearly through. الزبدة هذا اختبار شخصية كأي اختبار شخصية ل قائد طيران او غيره. In a moment I'm going to ask you what is my coffee. ايش هذا؟ هذا هو الكائن اللي اقول لكم عليه الفضائي. طب احنا ما قرأنا الفضاء. انا ماني عارف
فحت واغمى علي، وجت محادثة بسيطة بيني وبين الدكتور هذاك. يسأل عني أنا عايش من يعايش، هل انعاد؟ كأن القصة انعادت. طيب حنطلع على طول نلبس البدلة ونطلع نشوف ايش الهرجة ونشوف هل في شيء تغير او هذا الديمو بالضبط يعني اوصل الينا المختبر وخلاص. لا 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 لا، الوضع متغير، الوضع متغير. هذا ميت. اوكي اقدر اسحبه. اوكي هات السلاح يا وحش. ايش السلاح ده؟ Hello Morgan. It's time we spoke. My code name خلاص is January. خلاص خلاص فيه. You're not dreaming. What happened yesterday was real. النور اللي كان معايا. First, you need to get out of your apartment building. You're not safe. اوكي. نبدأ الأكشن الحين. طيب ايش المطلوب؟ الباب مقفل. الباب مقفل، الباب مقفل. هل اشيل النور هذا مثلا؟ الباب مقفل، من فين اروح؟ يا خاطر اكسر القزازة هذه. والله انكسرت، والله حسبت انها بتنكسر. اوكي هذا ينكسر. معليش يا سمك نكذب. اوه انا لسه اجرب اكسر الاشياء، طلع الطريق من هنا. والله بالمصادفة جت معايا، بالمصادفة. ما توقعت ان الطريق من هنا. كأن هنا في حاجة. طب هذه كيف اخذ الاشياء؟ انا ما ابغى اي فجات. جيز حسبته مصعد. طبعا الاشياء هذه اللي اخذها ايش اسوي بها؟ اوكي الاشياء هذه يا طويل العمر. دروب ايش هذا؟ اوكي في اشياء اخلطها مع بعض، هذا اكيد علاجات واكل. طيب ايش باقي؟ شوفوا الشراب كثير، انا حجرب اشرب واحد فيهم. لازم اجرب، ابغى اشوف فعلا انا اخذها. طيب كيف اخذها؟ ايش السالفه؟ اوكي ما اقدر اخذها. دمي فل، دنيا فل. اوكي ماني ناقص فجعات، ماني ناقص فجعات. انا ليش اتسحب؟ ايش في؟ يا شيخ بطفي النور، في حاجة قاعد تمشي. والله ماشي على البركة. دقيقة، هنا يقول لك اكزت الخروج. انا ماني مطمن، انا ماني عارف من فين اروح. دقيقه هذا ينفتح الباب. ايش اللعثه هذه؟ انا طلعت من هناك، يعني كان اقدر اطلع من هنا في باب سري. والموسيقى صارت حماسيه بدري، تو الناس شكلها حضارب. فزنا. واحد اثنين ثلاثة أربعة. وانا ايش دليني كم الرقم؟ صفر 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 صفر. طيب اوكي اوكي اوكي، عندنا خزنة. لازم نعرف الرقم كم. ما ادري من فين انا اجيب الرقم. ما في ارقام هنا. هنا كم في رقم؟
this safe food is okay. يبغى لها تحليل صراحة. أنا هنا أوكي سبعة، نقول سبعة وستة بس. ستة لحظة، ستة كيف تنكتب؟ اثنين سبعة اثنين سبعة، دقيقة، اثنين سبعة اثنين سبعة، دقيقة، ستة سبعة ستة سبعة. طيب آخر رقم محاولة، تسعة سبعة تسعة سبعة. لحظة لحظة لا أكون لخبط، دقيقة، سبعة والرقم هذا كم؟ مو تسعة، مو تسعة الرقم هذا، والله ما نعرف إيش هو، لكن هنا في رقم ممسوح. ماني عارف من فين اطلعه. طب سيبنا من هذا كله الحين، خلونا نشوف ذا الورق يمكن فيه. خمسة ارقام اللي فوق، ستة خمسة، هذا عادي ما له دخل. ما لقيت الكود، بس تبون كمان صدمة، اول مرة طلعت من هنا وبالمصادفة طلعت من الطريق هذا، بعدين طلع انه في طريق من هنا سري وما دخلت منه. والصدمة الثالثة ان القزاز هذا اللي يطل لك على ان انا بالارض والكلام هذا، انا ماني بالارض، القزاز هذا وراء على طول مختبر، يعني كله وهم وهم، هذا وهم. لا كذا صدمة، مرة صدمة. انا طلعت في مختبر، انا طلعت في مختبر، طلعت في مختبر. طيب ناخذ هذا كمان، ونروح من هنا ونروح، والله ماني عارف من فين اروح. نروح مع الاكزت. اوكي هذه المركبة الفضائية حقتنا. قبل المركبة الفضائية خلوني اروح مع الباب هذا اشوف ايش فيه. استاذ الدنيا معلقة، بس اصلا ما يمدينا نسوي شيء بالمركبة عموما. اوكي هذا المكان حق الاختبارات، انا من اول ابغى اجي هنا عشان العلاجات. اوكي ايش السالفة؟ اوكي هل اخذت شيء جديد انا؟ لا نفسه. اوكي انا همشي من محل ال شيت، وين اختفى؟ تعال يا كلب كلب، وين هذا راح؟ انا طلعته، قتلته؟ قتلته، حلو. هذا الشيء اللي حولهم. اوكي جربت الجيم بلاي شويه، فالحين جاء وقت اني اعطي انطباعي على اللعبه واقول لكم رايي الشخصي فيها. من ناحيه الرسومات جدا بسيطه، ما هي المتوقعه من اللعبه انها تكون رسومات جدا خياليه ماخذه للواقع مثل الالعاب الجيل الجديد اللي نازله حاليا، ولكن ممكن على انطباع اللعبه الرسومات هذه جدا تناسبها. اما من ناحيه خصائص اللعب والجيم بلاي برضو مناسب لجو اللعبه، بما ان اللعبه تدخل ما بين حرب الكائنات الفضائيه وفي نفس الوقت حل الالغاز، زي ما انتم شفتوا الخزنه اللي محتاج اني اطلع الكود حقها عشان افتح الخزنه. اما تقييمي للعبه، راح اقيم اللعبه 7 من 10، فاشوفه مناسب بالنسبه لي انه تاخذ درجه 7 ما تاخذ 10 من 10، عشان فيه اشياء كثيرة مرة تنقص اللعبة وتحتاج لها تعديل وتطوير. في نهاية الحلقة، اذا عجبك المقطع حط لايك، واذا ما انت مشترك في القناة اشترك وانضم لجيش السلطان. السلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.